ابني شاب واحيانا يفوت صلاة الجمعة، فهل صحيح من ترك الصلاتين من صلاة الجمعة خرج من الملة؟ لا لا، ما خرجش من الملة، هو لسه المسلم صعب ما يخرجش كده. ولكن لما يترك مرة والتانية والتالتة يبقى ابتدى يرتكب آثام ومعاصي كعلامة من العلامات السيئة. فالإمام مالك قال ترد شهادته لو ترك ثلاث جمع ورا بعض من غير عذر، أصله كان نايم لأنه كان بيلعب بلاي ستيشن مع أصحابه بالليل، فترد شهادته. والواد عنده 16 17 18 سنة، يبقى ترد شهادته. يعني يجي يشهد عند القاضي يقول أنا هصدقك أنت إذا كنت أنت ما بتصليش الجمعة، اطلع قعد بره يا ولد، وما يرضاش يقبل شهادته. وده يدل على انه ده حال نقص يعني ولا حال كمال؟ لا حال نقص، لكن حكاية الخروج من الملة دي جانا من داعش. اي حد خارج من ملة مش معاه يبقى خارج من ملة، لا، خروج من ملة ده صعب، اسمه المسلم الصعب. وهل لو غلبه النوم يعتبر متعمدا؟ لا، لأنه رفع القلم عن من نام. لكن لو جلس يتعمد هذا كنظام حياة لغاية الفجر، قاعد سهران وأول ما يأذن ينام، ولما تقول له يا ابني ده الفجر أذن قوم نام مش قوم صلي، زي الأفلام المصرية بتاع زمان، كل الأفلام المصرية بتاع زمان الست بتقول لابنها يا ابني انت ده الفجر أذن قوم بقى نام مش قوم صلي. السيناريو كان كده، الثقافة السائدة بقى عايزة كده تعمل كده. كانت ينبغي انه في السيناريو ياخد باله يقول ايه قوم صلي ونام لكن لا، ده يقول لك ده الأذان أذن خلاص يا ابني، يعني انت سهران طول الليل قوم نام بقى وارتاح، يبقى الراحة جت مع أذان الفجر لكن صلاة لا. النوع ده من الحياة ما هيأثم، مش عشان هو نايم، علشان هو مش عامل نظام يومه على العبادات اللي ربنا خلقها. أما النوم، واحد نام فعلا لغاية ما 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 فاتت الجمعة، مش هيؤاخذ لأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. لكن لو كان نظام حياة يبقى الحرمة في نظام الحياة ده مش في ذات النوم.